وللحديث حول ما جاء في هذه الجلسة المهمة وغيرها من أخبار الصحافة اللبنانية بينضم إلينا الآن الزميل أحمد سنجا مراسل القاهرة الإخبارية في بيروت. صباح الخير يا أحمد وصباح جديد عليك. يعني خليني أبدأ معاك وتعطينا تفاصيل الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء اللبناني، أهم ما جاء فيها. صباح الخير عليكي وصباح الخير على مشاهدي القاهرة الإخبارية في كل مكان، وصباح جديد من العاصمة اللبنانية بيروت. بالفعل جلسة مجلس الوزراء بالأمس هي من أهم الجلسات وهي من الأخبار التي سيطرت على عناوين الصحف اللبنانية اليوم، وذلك لأن الجلسة بالأمس أقرت سلسلة من الزيادات في الأجور للعاملين في القطاع العام في الدولة اللبنانية وأيضا للعسكريين، وذلك بعد مطالبات دامت لعدة أسابيع بهذه الزيادات منذ تطبيق الموازنة العامة الجديدة للدولة اللبنانية والتي بدأ سريانها منذ مطلع العام الجاري. ربما هذه الزيادات تلبي طموحات قطاع من الموظفين ولكنها لم تلبي قطاع آخر، علما بأن القطاع العام أو أغلب قطاعات القطاع العام في الدولة اللبنانية دخلت في إضرابات بسبب أزمة الأجور. جاءت هذه الجلسة بزيادات كبيرة للعاملين في القطاع العام ولكنها أثارت انقساما أيضا بين الموظفين، هناك من استقبلها بترحاب شديد وهناك من تحفظ على هذه الزيادات مطالبا بأن تكون نسبة الزيادات موازية للارتفاع الكبير، وخصوصا أن التسعير في الدولة اللبنانية بالكامل يكون بالدولار الأمريكي، وذلك تزامنا مع تقرير لمنظمة العمل الدولية يتحدث عن نسبة بطالة تصل إلى 30% من الشعب اللبناني، وذلك بعد الأزمة التي دخلت فيها الدولة اللبنانية في عام أو في أواخر عام 2019. إضافة إلى ذلك أيضا هناك عدد من البنود التي نظرها مجلس الوزراء، وربما من أبرز هذه القرارات أو أبرز الإجراءات التي اتخذها هو إرجاء مناقشة مشروع قانون إصلاح المصارف أو إعادة هيكلة المصارف. هذا القانون الذي أثار جدلا واسعا أيضا في كافة الأوساط الاقتصادية على مدار الأسابيع الماضية، فجاء هذا القرار ليعطي رسالة لكافة المتعاملين في البنوك وكافة المتعاملين في الوسط الاقتصادي بأن مجلس الوزراء عازم على اتخاذ مزيد من الآراء والاستماع إلى مزيد من الآراء في هذا الشأن، ولا رؤية موحدة حتى الآن في فكرة الخروج من المأزق الاقتصادي والمالي الذي يواجهه لبنان منذ أواخر عام 2019. نعم أحمد، بما أنك تحدثت عن الصحف اللبنانية فأيضا سلطت الضوء أو الصحف اللبنانية الضوء أيضا على اختيار اللبنانية فرح دخل الله كأول ناطقة عربية رسمية باسم الناتو، لو تحدثنا عن تفاصيل هذا الخبر أكثر. نعم هذا الخبر أثار أو أعطى أمل كبير للبنانيين، وخصوصا أن هذه هي أول سيدة عربية تتولى هذا المنصب الرفيع في الناتو. هذه السيدة اللبنانية هي مسار فخر لكافة اللبنانيين اليوم بعدما تم اختيارها كناطقة رسمية للناتو بدءا من الشهر المقبل، وهي تأتي خلفا لمتحدثة شغلت هذا المنصب قرابة أكثر من ربما 13 عاما، فجاء هذا الاختيار لما تمتلكه من قدرات إعلامية ومهنية وقدرات أيضا في التواصل في مختلف المجالات، علما بأنها تحمل أيضا الجنسية البريطانية ولكن أصولها العربية وأصولها اللبنانية جعلها مسار فخر واعتزاز كبير لكافة اللبنانيين، وخصوصا في هذا التوقيت الصعب الذي يحتاج فيه اللبنانيون إلى النموذج والقدوة وأيضا النماذج المبهرة والمضيئة في مثل هذه المواقع. هذا الاختيار أيضا يأتي بعد أيام معدودة من اختيار عدد من اللبنانيين في مواقع رفيعة المستوى سواء في المؤسسات والمنظمات الدولية أو في أيضا المنظمات الإقليمية. المرشحة أو أيضا التي تم اختيارها لهذا المنصب عملت في وقت سابق في الأمم المتحدة وفي عدد من المنظمات الدولية التي جعلتها ربما مرشحة لهذا المنصب بقوة، فبالتالي هناك أيضا في الصحف اللبنانية تهنئة كبيرة لها على اختيارها لهذا المنصب. بنبارك طبعا للدولة اللبنانية على هذا الإنجاز، ولكن خبر آخر أحمد في الرياضة بقى تناولت الصحف خبر استعدادات الملاعب اللبنانية لتقنية الفار، ماذا عن تفاصيل هذا الخبر يعني؟ نعم الملاعب اللبنانية شهدت على مدار الفترات الماضية ربما بعض الاحتكاكات وأيضا الاعتراضات بسبب النتائج وبسبب انعكاسات الأوضاع السياسية والأمنية وأيضا
الوضع الاقتصادي على الرياضة اللبنانية، ولكن الرياضة اللبنانية تستعد في عام 2024 إلى نقلة جديدة، وخصوصا كرة القدم اللبنانية مع دخول تقنية الفار. كانت هناك وفود من الفيفا وعدد من المنظمات أيضا المعنية بهذا الأمر إلى الدولة اللبنانية على مدار الأسابيع الماضية، وبالفعل تم التأكد من اتخاذ الدولة اللبنانية كافة الإجراءات الكفيلة ببدء تطبيق الفار في لبنان، وبالتالي أباتت الملاعب اللبنانية مهيئة لهذا الأمر خلال الأشهر القليلة المقبلة، وذلك في إطار التعافي القوي للرياضة اللبنانية من تبعات الأزمات التي شهدتها البلاد على مدار السنوات القليلة الماضية. زميل أحمد سنجاب مراسل القاهرة الإخبارية، شكرا لوجودك معنا أحمد في صباح جديد.